بتقول ان الرجاله الضعاف بيخافوا منك. هو يعني الرجال الضعاف اللي بيخافوا بلاهم يعني لازم ما لازم يخاف، لانه انا يعني انسانه عاديه وطبيعيه وامراه مثل اي امراه، يعني بتفتش على الرجل القوي القبضاي القوي والقبضاي الحنون اللي عنده اخلاق ميكس كده في بعض، اللي عنده ثقه بنفسه. ما هو اللي عنده ثقه بنفسه ما بيخاف من المره اللي بتكون ند للند مثله. بس في ستات بتحب الرجاله الضعاف، تعرفي كده الرجال الضعاف؟ لانه بيحبوا يسيطروا، بيكون عندهم نقص هن بشخصيته. انت معاكي راجل انت مسيطره عليه؟ انا لا، انا بحب العكس، بحب اكون تحت جناحه. زي ما بيقولوا المصريين، عايزه راجل يشكمني. شو يشكمني؟ هذا يشكمني يعني سي السيد، حاجه زي سي السيد كده. اكيد، لانه بحب عن جد ان يكون انا تحت جناحه، يعني هو اللي عنده السيطره علي. يعني لو قال لك روحي يمين هتسمعي الكلام؟ اكيد. وبحب يغار، وبحب يغار علي، وبحب انا غار عليه كثير. يعني انه مش انه انا قاعده هيك مرتاحه وحاطه اجري بمي مسقعه وهيك، لا، بحب انه انا يحركني وفعلا يعني عادي، مش انه يخاف وجبان وبده ستره وخاتم باصبعي، ما بحب هيك ابدا. بحب يشغلني يعني. ولو ضربك؟ لا، بضربه. نقف بقى. بضربه بوكس بعينه. عنيفه انت شوي؟ عنيفة يعني مش جسديا مني، لا، أنا عنيفة بكلامي، ممكن بردة فعلي، بتصرف ما تجاهه للشخص. وقت اللي أنا بكون يعني عنيفة، بكون يعني بردة فعلي على الشخص لما حدا بيأذيني. حصل حاجة كده؟ يعني في حد، في راجل مد إيده عليك قبل كده؟ لا. ولا أخوكي؟ لا 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 لا. ممكن وأنتوا صغيرين بقى بتلعبوا بتاع الحاجات دي؟ لا، ما هو أصغر مني يعني يوسف، 5-6 سنين. يعني أنا كنت كتير أروسه قد ما كان مهضوم، وأروسه كان يبكي قد ما كنت أروسه. يعني أنا كنت أمارس العنف عليه من كتر حب لإله. بس لا، نحن ما عنا هيدا الشيء بتربيتنا، وما بحب هيدا الشيء بالرجل يعني. إنه يضرب يعني؟ ولا المرة كمان صار هلأ بعصر. وفي ست بتضرب رجل؟ مرة بتضرب. إيه طبعا. معقول؟ طبعا. في تعنيف الرجال. إيه، بيبقوا هدول النساء بسموهم شلوفين. شلوفين؟ ايه، شلوفة. ما ست شلوفة. شلوف. شلوفة. ايه، هاي بتخوف الرجال. عجبني اللفظ. طب والستات لما بيضربوا بعض؟ ايه. ضربت ست قبل كده؟ هلا الرجال بحبوا يشوفوا النسوان عم تضرب بعض. ويشدوا في شعره ويقعوا في بعض والحاجات. ايه، وبالجزدان وبالسكربينة وهيك. عملتي كده؟ لا. صراحة، قولي ما تخافيش. لا لا لا، ما صار هيك شيء. قولي بس. لا والله. بس شكلك. لا والله، بس تعرف ليه عم بفكر فيها؟ في عندك حدوته كده. تعرف ليه بفكر فيه اللي عم بقول هيك؟ لأنه بحس إنه يا ريت بتصير. ليه بقى؟ يعني هتعملي فيها إيه؟ تفرميها أنت شكلك. إنه بحب شي مرة أشوف إنه يعني اللي يصير فيه قوتك بقت مصارعة، إيه، إذا أنا قوية أو لا، مين أقوى؟ إذا عندي حدا بدي أهجم عليه أو هو بدي أهجم علي. بس أنت عندك جرأة يعني. مثلا لو واحدة ست اتخانقت معاكي راحت واكلاكي بالقلم. بقى انا بضربها كمان، انا عندي ريفلكس سريع. ما تخافيش يعني؟ لا لا، ما بخاف. طب لو راجل فجاه كده هو يتخانق معاك راح ضربك بالقلم كمان بضربه على طول ولا هتقف؟ لا، بضربه دغري. لا، انا عندي، انا كتير انفعاليه، رياكشن رد سريع يعني، رد الفعل بتاعك سريع جدا. اي نعم. امتى اخر مره عيطتي؟ عيطت يعني صرخت ولا بكيت بالمصري؟ يعني انهيار عياط، بكي. من قلبك بجد يعني؟ وكان ايه السبب يعني؟ مش من زمان كتير، من شي شهر ونص. كان ايه السبب؟ كان شي حالة نفسية انا. السبب؟ كنت مقهورة من كتير اشياء. من ايه مثلا؟ مين اللي يقدر يعني يقهرك كده؟ ليك في يعني، مش بيكون حدا، بيكون مثلا انت مارق بفراغ، ما بتبكي، بتزعل، زهق مثلا، ما فيش شغل. مش ما في شغل، بالعكس، لا، بتحس حالك وحيد لو انت ناجح كتير ولو عندك ناس حواليك وبتحبها كتير، بتحس حالك محل انك وحيد بمحلات ما.